محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من لوازم الإيمان، فلا يستقيم إيمان أحد ولا يصلح إسلامه ولا يثبت له يقين ولا يسلم من المؤاخذة إلا بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه ثمان مذكورات مما تتعلق بها القلوب محبة، ولها في حياة الإنسان حضور في صلاته البشرية وفيما يتعلق بالمال وفيما يتعلق بالمكاسب وفيما يتعلق بالأرض. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذه مما يتعلق بالعلاقات البشرية المحبات التي تكون بين الناس، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو كسبي. ثم قالوا: أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، وهذا حب المال الذي قال فيه جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. ومساكن ترضونها، وهذا حب المكان، حب الوطن، حب المكان الذي ترعرع فيه الإنسان ونشأ وأقام. إن كانت هذه المحاب، إن كانت هذه الأشياء المحبوبة إلى النفوس، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا، أي فانتظروا العقوبة، انتظروا المؤاخذة. ذاك أن تقديم محبة هذه الأمور على محبة الله ورسوله ومحبة العمل الصالح موجبة للتقصير في حقه، إذ إن حق الله وحق رسوله وحق العمل الصالح أن يكون مقدما على محبة كل أحد. ولذلك قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يتم سلامة من الفسق ولا صلاح في دين الإنسان إلا بأن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من كل محبوب.